حوالين أزمة سد النهضة. معايا على التليفون سيادة اللواء سامح سيف اليزل. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا وسهلا مساء النور أستاذ عمرو. سيادة اللواء، إيه رأي حضرتك في الموقف المعلن من السودان؟ والله نحن نستشعر هنا في القاهرة أن السودان يميل موقفها إلى الموقف الأثيوبي. يعني هو كان الحقيقة الموقف تغير، أو الموقف السوداني كان معنا منذ فترة، ثم تحول فجأة. ونحن نستشعر في مصر أن حقيقة الأمر أن هناك تعاطف سوداني مع بناء سد النهضة، وميول سودانية حتى لشراء الكهرباء من أثيوبيا بعد ذلك. وهذا طبعا يترك مصر وحيدة في موقفها. القرار الذي قاله السيد وزير الخارجية، ويعني أن نأخذه على محمل الجد، ونأخذه أيضا على محمل التعاطف مع الموقف المصري إذا جاز التعبير، ونضع هذا بين قوسين. لماذا تأخر هذا الموقف؟ يعني الموقف المصري كان واضحا في رفضه لسد النهضة. لماذا تأخر تدخل السودان ليكون طرفا بين مصر وأثيوبيا في هذا الموقف؟ هذا سؤال نريد الإجابة عليه الحقيقة. طيب، ما هو سيادة اللواء، يعني الوزير بيقول أنه مستعد لعمل وساطات، يعني لما شاف أن الأمور واللجان اللي بتتكون بين الوزير السوداني يعني شاف أن اللجان والاجتماعات ما جابتش نتيجة، فأعلن أنه ممكن يتوسط. لا، نحن بقالنا أكثر من عامين، والجميع يعلم أن نحن نقف الآن أمام موقف حرج، أن أثيوبيا متسلطة ومتعنتة ومستمرة في بناء السد، ولا تعي بالا كثيرا للمطالب المصرية. ولكن الجميع كان يشهد موقف المتفرج، يعني السؤال لماذا هذا التحرك المتأخر، ونحن نعتبره متأخرا. طيب، السؤال ده يعني هنحاول نجاوب عليه لما يكون معنا حد من السودان، مسؤول سوداني، لكن عاوز أسأل حضرتك، انت شايف التطور الأخير ده، يعني في تدخلات من دول أطراف دولية خارجية؟ لا، أنا لم يصلني أي معلومة، بالعكس أنا أطالب مصر أنها تطلب من أطراف خارجية أنها تتدخل. أطراف خارجية ولها استثمارات في أثيوبيا، والصين كدولة كبيرة أيضا تهتم بالاستثمارات هناك ولها علاقات طيبة بأثيوبيا. طب احنا سمعنا سيادة اللواء يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعني تكلم كلام كويس، يعني البعض فسره بأنه لصالح مصر وأنها مساندة روسية لمصر في القضية دي، عندما أشار إلى مسألة ضمان الأمن المائي لكل الدول في العالم. هذا شيء جيد جدا احنا نستمع اليه طبعا من روسيا، ولكن لما تيجي تشوف على الامر الارض الواقع انه لا توجد هناك اوراق ضغط روسيه عمليه في اثيوبيا الان. يعني لا توجد اوراق ضغط يمكن لروسيا ان تستخدمها ضد اثيوبيا في الوقت الحالي على الاقل. وبالتالي نحن نطلب ان من له يعني علاقات وطيده باثيوبيا، علاقات استثماريه، علاقات تجاريه، علاقات صناعيه، وهيكون له أتباع في أن يضغط على أثيوبيا لتستمع إليه. فلذلك أنا أطالب الحقيقة السلطات المصرية باللعب بهذه الأوراق، سواء كانت خارجية أو سواء كانت صينية أو سواء كانت أوروبية لها منافع هناك ولها أيضا تمويل ودعم فني لبناء السد النهضة. طيب، أنا عاوز بس أستثمر وجود حضرتك معنا سيادة اللواء سامح سيف اليزل، عاوز أسألك عن الحادث المؤسف اللي وقع في سانت كاترين وراح ضحيته بعض الشباب المصريين اللي هم من هواة السياحة الداخلية. البعض بيحاول استغلال الحادث ده ليعني انتقادات وتوجيه انتقادات حادة تجاه الجيش، إيه تعليقك؟ يعني الجيش بيواجه حاليا هجمة شرسة جدا، عندما بدأ البعض يعلم أن المشير السيسي قد ترشح للرئاسة، هناك تشكيك وإصدار شائعات باستمرار كاذبة، هناك محاولة لشرخ العلاقة الطيبة بين الرأي العام والقوات المسلحة، وأيضا الشائعات المغرضة التي تطلق يوميا على القوات المسلحة وعلى قادتها. هذا جاء في نفس الإطار، لكن الشعب يعلم تماما ويقدر تماما موقف القوات المسلحة. القوات المسلحة لم تتقاعس ولم تتوقف إطلاقا عن حماية الداخل، سواء كانت سياحيا أو كانت تجاريا أو صناعيا أو خلافه، وهذا الموقف واضح للجميع. فلكن إذا كان هناك بعض الآراء المغرضة، لكن يعني الأمور واضحة للباقي. بشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية.